أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم، دائما برفقتنا مع قناة الحدث. أهلا بكم إلى ساعة أخبارية جديدة. قدرت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت أكثر من 40 مليون طن من الركام في القطاع، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجاردين البريطانية. وذكر التقرير أن إخلاء الركام في غزة سيستغرق 15 عاما، وستكلف العملية أكثر من 500 مليون دولار. وفقا للتقديرات الأممية، فقد تضرر أكثر من 137 ألف مبنى في غزة، أكثر من ربعها دمر بشكل كامل. هذا وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلن في شهر مايو الماضي أن عملية إعادة إعمار المنازل في غزة قد تستمر حتى العام 2040 بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار. أفاد مراسل الحدث بقصف إسرائيلي على أحياء في تل الهوى والشيخ عجلين والصبرة في مدينة غزة. وكانت إفادة وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزويدة وسط قطاع غزة، ما أسفر بدوره عن مقتل شخص وإصابة آخرين. كما قصفت طائرة الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وآخر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من غزة مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون. أهلا بك خضر. يبدو أن خضر لم يجهز بعد، سنعود إليه حين جهوزه للتوقف عند آخر التطورات الميدانية. أعلن مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان أن إسرائيل ملتزمة بشكل صارم بالاتفاق الذي يدعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حركة حماس بشأن غزة. وأضاف مستشار مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح أيضا بحدوث أي تغييرات من جانب حماس في الخطة. وقد أشار ديمتري جندلمان إلى أن الخطوة التالية في المفاوضات حول خطة اتفاق غزة التي يدعمها الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن تتخذها حركة حماس عندما تقبل جميع شروط الصفقة التي تجرى مناقشتها. وشدد غندلمان على حق إسرائيل في مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها والمتمثلة في منع تهريب الأسلحة وإعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، ومنع عودة الأسرى من مقاتلي حماس إلى شمال قطاع غزة. سرايا القدس، لواء رفح، يا نتنياهو، غزة مقبرة الغزاء. لكن الله حرمه. قطع الله؟ ساعة. ايش؟ ونص ركعة على الله، قول بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. 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 توقع الله. Oh,
كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية في تقرير نشرته عن أكبر خطأ ارتكبه زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في حياته، وذلك عندما غادر النفق بدعوة من رافع سلامة للقاء به في مواصي خان يونس بالقرب من المنطقة الإنسانية. فالضيف وسلامة شعرا بأن لديهما متسعا من الوقت لعقد اجتماع فوق الأرض في ظل تقدم المفاوضات، وأن إسرائيل ستمتنع عن القيام بأي عمل هجومي من شأنه أن يضع حدا لاستمرار عملية التفاوض. وأكدت الشباك استغلال هذا الخطأ الذي ارتكبه الضيف لينفذ عملية التصفية. هذا ونقلت الصحيفة تفاؤل الجيش الإسرائيلي بأنه تم القضاء على الضيف خلال قصف منطقة المواصي في خان يونس. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في غزة ينضم إلينا من رام الله الصحفي والباحث السياسي نظير طه. أهلا بك أستاذ نظير برفقتنا مع قناة الحدث. بداية، كيف تعلق على هذه المشاهد التي كنا نتابعها من خلال قيام سرايا حماس بعرض مشاهد لعملياتها من داخل الأنفاق، وحول كل ما تثيره صحيفة معاريف من تساؤلات حول مصير الضيف؟ نعم، يعني بداية فيما يتعلق بمصير الضيف، حركة حماس وجناحها العسكري نفوا بشكل كامل أن يكون الضيف قد تم اغتياله في العملية التي استهدفته يوم السبت الماضي. هذا أولا. وبطبيعة الحال حركة حماس في ظل هذه المعركة الحالية والحرب المتواصلة لا تعلن مثل هذه الحالة إذا بالفعل تم اغتياله أو لا، لأن هذا بطبيعة الحال سيؤثر على معنويات المقاتلين الذين بثوا اليوم كما تابعتم صورا من داخل الأنفاق لعمليات عسكرية يقومون بتنفيذها. مثل بث هذه الفيديوهات هي تثير تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة حماس وجناحها العسكري على مواصلة هذه الحرب في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن أن إسرائيل تمكنت من القضاء بشكل كبير على جناح حركة حماس العسكري كتائب القسام، ولكن ربما الرسالة من هذه الفيديوهات هي لكي تقول لإسرائيل بأن حماس لن تستجيب للضغوط المفروضة عليها بشأن إبرام اتفاق تهدئة، وأنها استجابت بما فيه الكفاية لمقترح الرئيس بايدن وللضغوط الوسيطين المصري والقطري، وأنه لا ضغوط أخرى ستقبل بها حركة حماس، وخاصة فيما يتعلق بالشرط الذي أضافه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمنع عودة المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شمالها، ووضع شروط على من يعود من النازحين من الجنوب إلى الشمال. يعني مثل هذه الرسائل هي رسائل متبادلة ما بين إسرائيل وحركة حماس. إسرائيل حتى اللحظة يعني، وخرج بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، لم يؤكد عملية اغتيال الضيف، وأكد بأن من تم اغتياله هو قائد لواء خان يونس، وهو الأمر الذي حتى اللحظة أيضا حركة حماس وجناحها العسكري لم تؤكده. لذلك هذه رسائل متبادلة ما بين حركة حماس وإسرائيل، وهذه تأتي في إطار لعبة الإعلام، معروف بأن الحرب هي ليست حرب ميدانية بالأسلحة فقط، وإنما هي أيضا حرب إعلامية تخوض فيها كل جهات الصراع بدورها، مثل بث هذه الدعايات والأخبار التي قد تؤثر على معنويات من يقومون بالحرب على الأرض. نعم، أيضا إذا ما توقفنا أستاذ نظير إلى ما أثرته صحيفة معاريف بأن الضيف ارتكب أكبر خطأ بخروجه من الأنفاق في خان يونس، وبالتالي يعني ما الذي تريد أن توصله كرسالة من هذا الكلام؟ الرسالة هي يعني كأنه إسرائيل تقول بأنها قامت باغتيال الضيف، والرسالة الأخرى هي أنه ربما وقع الضيف في هذا الخطأ بخروجه من الأنفاق. ولكن أنا بتقديري أن الضيف المطارد من إسرائيل منذ 36 عاما لن يرتكب مثل هذا الخطأ ولن يخرج من النفق لكي يتم اصطياده بسهولة، وخاصة وأنه معروف بأن بنيامين نتنياهو وحكومته حتى اللحظة تناور وتراوغ في عملية إتمام الصفقة. فشخصية قيادية مثل محمد الضيف، والتي أعلنت انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي،
لن تمر عليها مثل هذه الحيل، وليس من السهولة بمكان أن ينخدع وأن يخرج من مخبئه ليكون فوق الأرض. وإن كانت إسرائيل تروج لمثل هذه الدعاية وكأنها تقول أو تضغط على حركة حماس لكي تعترف إذا كان تم اغتياله أو لا، يعني هي تريد تصريحات من حماس تؤكد اغتياله أو لا، ولكن حركة حماس بطبيعة الحال لم تؤكد مثل هذه العملية، وحتى مقتل سلامة خان يونس سلامة نعم رفع سلامة يعني إسرائيل ذكرت بأنه تم دفنه في مكان العملية التي نفذتها، ولكن حتى اللحظة لم تصدر أي تصريحات من مصادر فلسطينية بشكل رسمي، وإن كانت هناك تصريحات تنسب إلى مصادر خاصة ومصادر مطلعة من حركة حماس، وهذا الأمر الذي نفته حركة حماس بتاتا. لذلك نحن في حرب إعلامية بالإضافة إلى الحرب العسكرية، وإسرائيل تريد الترويج بأنها تضغط على حركة حماس، وأن الضغط العسكري واغتيال قيادات عسكرية أو سياسية سيؤدي إلى استسلام حركة حماس، ولكن حركة حماس تشير وتجدد مؤكدا أن مثل هذه الاغتيالات حتى وإن تمت لن تؤثر عليها، وحركة حماس قادرة على تجديد قياداتها، وكل قائد عسكري أو ميداني أو سياسي له بديل، بدليل أنها اغتالت صالح العروري في بيروت وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ساحة الضفة الغربية، وبعد فترة قصيرة تم تعيين بديل له. ولذلك يعني مسلسل الاغتيالات أساسا هو سجل حافل من قبل إسرائيل. إسرائيل بدأت في الاغتيالات منذ السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات، وبعد انتفاضة 2000، ومسيرة الاغتيالات لا تزال مستمرة، سواء كان ذلك على أراضي فلسطينية في الضفة أو غزة أو القدس، أو حتى داخل خارج الأراضي الفلسطينية، سواء كان ذلك في لبنان أو في تونس أو في أي مكان يتواجد فيه أبناء الشعب الفلسطيني، سواء كانوا من قيادات سياسية أو عسكرية. أستاذ نظير، يعني بالعودة إلى ما أشارت له صحيفة معاريف الإسرائيلية عندما تقول خرج أو الضيف خرج من النفق بناء على طلب من سلامة، واعتقد أنه هناك إمكانية للاجتماع فوق الأرض وليس بالأنفاق، وبالتالي أيضا تناقلت وسائل الإعلام بأن سلامة قد قتل، البعض ذكر بأنه تم دفنه، بالتالي إلى أي مدى هذا ربما تحاول تأكيد بأن الضيف قد قتل فعلا بعد ما رأيناه؟ بالإضافة هناك مصدر كما تفضلت وذكرت من حماس لم يقل ولم يؤكد ولكن نفى خبر وفاة الضيف. أيضا يعني كنت قد استبقت سؤالي بالنسبة للحرب الإعلامية التي لها جزء كبير في هذه الحرب الدائرة، وأيضا الحرب النفسية من خلال هذه المعلومات التي تنشرها معاريف. لا يمكننا الاستناد على ما تقول إسرائيل ووسائل الإعلام التابعة لها، لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية هي تستند في معلوماتها وأخبارها على ترويج أجهزة الأمن الإسرائيلية، الشباك والموساد الإسرائيلي هو من يزود وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهناك ارتباط وثيق ما بين وسائل الإعلام والمؤسسة الأمنية في إسرائيل. لذلك كما ذكرت يعني هذا ترويج، وهذا يعني ربما إسرائيل تريد أن تقول أنها استعادت هيبتها المهزوزة التي حدثت لها في 7 أكتوبر، وتريد أن تقول بأنها تستطيع أن تصل للقيادات العسكرية والسياسية لحركة حماس. وبنيامين نتنياهو عاد وجدد مؤكدا بأنه سيصل إلى كل القيادات العسكرية والسياسية ومن تسبب في أحداث 7 أكتوبر. هنا كأنه يريد أن يقول بأن إسرائيل استطاعت أن ترد هيبتها وأن ترد قوة الردع المهزوزة لديها. لذلك مثل هذه الأخبار تأتي كأن إسرائيل تقول أنها لا تزال تتمتع بقوتها العسكرية والاستخباراتية والأمنية وأنها قادرة للوصول لمثل هذه القيادات، ولكن لن تستطيع إسرائيل أن تؤكد أن الضيف قد خرج من مخبئه، سواء كان ذلك من نفق أو غيره. هي تريد أن تأخذ ردة فعل على ما تقول من أخبار وما تدعي من الأخبار، ولكن حماس ربما أذكى من ذلك أن ترد وتقول لإسرائيل بأن الضيف لم يتم اغتياله، لذلك إسرائيل ستواصل هذه الحرب. الضيف تم اغتياله، لذلك إسرائيل ستشعر بنشوة الانتصار، لذلك
حماس قطعت مثل هذه الفرصة على إسرائيل لكي تقول لها بأننا نخوض في هذه المعركة ومتواصلون في هذه المعركة، وحتى لو تم اغتيال الضيف أو غيره من القيادات العسكرية والسياسية فإن الأمر أمر الحرب والسلم لا سيما يعني وأن الضيف هو بعينها. نعم هو يعني الشخص الثاني بعد السنوار في القيادة قيادة حماس. نشكر لك كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها معنا من رام الله رفقنا الصحفي والباحث السياسي نظير طه، شكرا لك.